بين هذه الجدران يعيش عيسى ببلدية سيدي عامر بولاية المسيط، أب لأربعة أطفال يعاني معهم الأمرين، لا ماء لا كهرباء ولا حتى أبواب تحميه من قسوة الطقس. أنا الحوش على الدار يعني هذا محترم يعني هذا ناس الخير يعني هذا وناس المحبين ودي ودي بعد كل يعني كل يعني خافوا خافوا بهذا سيدي هذا يسدوا هذا بادلوا يعني هذا سكنة محترمة اللي هي أولادي بس والدار هذه مشي تاعي ماشي تاعي يعني كل حالة تتعنصيب هذا وكري هذه والدار هذه فيها الناموس فيها الحشرات فيها الأخرى فيها بزاف السخانة ما فيها ولو. واقعه أليم دفع شباب المنطقة إلى إطلاق حملة إنسانية بهدف جمع تبرعات مالية لشراء منزل لهذا الشيخ المحتاج في مبادرة تعكس أسمى قيم التلاحم الاجتماعي. وجه نداء لكل المحسنين من كل الدوائر سواء مدينة سيدي عامر أو بسعادة أو عين ملح أو ولاية المسيلة يعني كل المحسنين إن شاء الله باش يعاونوا هذا المخلوق البريء البسيط مخلوق بالعروي مخلوق بالعروي وإن شاء الله إن شاء الله بهذه المبادرة إن شاء الله يقوموا بها الشباب صغارا وكبارا والشيخ محمد مرزوق وكل يعني كل الأحباب إن شاء الله راح إن شاء الله نشتري له منزل. العملية تدخل في إطار حملة أخوية إن شاء الله نتمنى من ربي سبحانه التوفيق للإخوة الفرسان اللي راهم متجندين واللي راهم رفعوا سقف الطموح بأنهم بإذن الله تعالى مش حيشتروا له منزل فقط وإنما حتى المنزل اللي رايحين يجهزوه. يأمل عم عيسى وشباب المنطقة أن تثمر جهودهم بالحصول على مسكن يأويه وينهي معاناته.